ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا مع الفقرة الخفيفة اللطيفة حقت اليوم. هبدأها منذ 4 سنوات التقطت صورة شخصية لنفسها وفتحت لها أبواب مهنية. كريمة صالح مصورة فوتوغرافية تحكينا اليوم عن زواياها. مرحبا وأهلا وسهلا فيك معنا كريمة. والله فيكم يا هلا. تمام كده حكيني، أنا أخذت منك شوية مقتطفات. أنت منك محترفة، منك دارسة الفوتوغراف ولا التصوير؟ منك إيه؟ درسته از يعني في الاكاديميه هوايه، مو ما اللي درسته هواي، بس هوايه. ايه او اول صوره اخذتيها لنفسك كانت من 4 سنوات. ايه اوكي، تحكينا كده انه كيف حبيت انك تستمري وتبداي مشروع التصوير. طبعا كانت بدايتي يعني عاديه، تصوير جالكسي. بعدها زي ما قلت لك صورت، مسكت كام اختي وصورت نفسي، فخلاص قلت لازم يعني اتقدم. حبيت الموضوع. ايه وصرت يعني تقدمت، شريت كاميرا احترافية الحين حاليا. وأنا مصورة عرايس. بتصوري دحين، انت احترفتي كمان الزواجات والمناسبات. ايوه صرت مدربة معتمدة. وطبعا بدايتي كانت تطوع، أصور بأركان يعني كذا تطوعية، مرضى المرضى السرطان ومرضى السكر. وعطيت دورات تطوعية بعد، وبعدها خلاص يعني صار بزنس. حلو اني صقلت موهبتها بالدراسه. نعم. ايه طب انت بدايه قلتي انها هوايه. ايه البعض يرى ان الهوايه لازم لها تدريب وانه ينميها، صح؟ والبعض يرى انه لا، الهوايه كافيه. لا، انت ايش سويتي؟ ايوه لازم تتنمى هذه الهوايه عشان ما نوقف. الفشل ان احنا نوقف مكاننا في الهوايه، احنا لازم يعني ننمي ذا الشيء في الشهاده. يعني انا تقريبا اخر دوره اخذتها من شهر، انا الحمد لله يعني متمكنه من التصوير، بس قلت لازم اطور من نفسي لان طبعًا التصوير طبعا بحر يعني. طيب اشياء كثيره جديده بتنزل يعني كمان. اي صح. طيب لازم نتعلم اكثر. كريمه هل تعتمدي يعني تستعملي فوتوشوب لصورك ولا بس بتكتفي بالعدسات والزوايا اللي بتاخذيها للصوره؟ هو الفوتوشوب لازم منه يعني. انا اول ما كنت صراحه يعني استخدمه، كنت اعتمد على تصويري بس. اما حاليا في تصوير العرايس لا، تعلمت الفوتوشوب وخلاص بديت فيه يعني. بس ارجوك يعني الفوتوشوب اللي هو الفوتوشوب الطبيعي النورمال اللي ما تغير ملامح وجهها، لانه فعلا في بعض المصورات استخدامهم للفوتوشوب بطريقه يعني تطمس ملامح الوجه. صح صح صحيح. اي انا لا ما احب هذا طبعا الاسلوب، استخدم الفوتوشوب كمكمل مو هو الاساس. تجميل يعني. إيه. بس لمجرد التجميل. طب ايش اكثر الصعوبات اللي بتواجهك وقت ما انت بتصوري خصوصا الزواجات؟ يعني برضو نرجع نتكلم انه تكون مصوره بتصور عروس في ليلتها الكبيره، صح؟ قديش الاسترس اللي بتكون فيه العروسه وبيقع عليك انت كمان. صح. اصلا مو بس انا بكون مصوره، بكون اختها، بكون امها، كل شيء. انا شوفي بالنسبه لي ما راح تواجهني اي صعوبات دامني انا ملكت الطرف الثاني اللي قدامي وصرت يعني متمكنه في نفس المكان. اني اعرف لو اعرف الاضاءات خلاص يكون ما عندي صعوبات ثانيه، وخصوصا المناسبات. دائما المناسبات هي اللي تكون خلاص هذه ذكرى والصوره ابغاها تطلع حلوه. حفلات تخرج، مناسبة ولادة، يعني هذه كلها أكيد أنت برضو في ستريس. أيه. بيبي، فكرت تصوري بيبي؟ صورت. أوكي. بس شوي يعني مجالي أكثر في العرايس. أوكي. أنت حبيت العرايس أكثر. لقيتي نفسك في مناسبات العرايس أكثر والعروسة؟ أكثر من الأطفال. طب بدون مناسبات، في ناس تطلبك كذا تجيها تقول لك أبغى أسوي فوتو شوت كذا لنفسي؟ أي أي الحمد لله. أي عندي طبعا غرفه في البيت يعني فتحتها استديو. طيب المصوره الفوتوغرافيه كريمه، شكرا. ومشاهدينا تابعونا بكره ان شاء الله.